في إطار التجهيزات وتفقد مرافق الحج قمنا اليوم بزيارة تفقدية لمخيم ميناء وتأكدنا من المحتاجات التي يحتاجها هذا المكان للاستعداد لاستقبال الحجيج، وأيضا نتفقد الخدمات ومدى صلاحيتها، وإذا في هناك أي مشاكل نستطيع أن نتفاداها قبل أن يأتي حجاج إلى هذا المخيم وإلى هذه المخيمات. وسنلتقي إن شاء الله بالمسؤولين في مؤسسة الطوافة لنقل ما هو محتاج له. وبالمناسبة نحن طبعا في منطقة استراتيجية هي بجنب الجمرات تماما، وهي أقرب منطقة تسمى منطقة باء، يعني هذه من بفضل الله عز وجل من نعم الله أن يكون الحجاج في بجنب مخيم ميناء بجنب الجمرات، وبعد ما كانوا في الجبال يأتون يعني يبعدون عشرات الكيلومتر حتى يصلون إلى هذا المخيم. فاليوم نحن بفضل الله عز وجل بفضل التسهيلات التي قدمت لنا من حكومة المملكة السعودية، فأن وضع اليمنيون في مكانهم المناسب بجنب الجمرات. ونشكر الإخوة في المملكة على هذا التفاهم، ونسأل الله تعالى أن يتم لنا بالخير، وشكرا.